في بقى موضوع الحقيقة غريب جدا ويعني لافف كده على السوشيال ميديا ومنتشر جدا جدا جدا. بوست انتشر والناس عمالة تعمل شير والناس بتتفاعل وبترد عن الأسماء. أستاذ تامر تورينا البوست لو سمحت قبل ما نحكي فيه ونتكلم. الناس بتقول مواليد أسماء مواليد يعاقب عليها القانون، يعني النهاردة بقى كارما، لارا، مالك، أمين، أمير، رماس، وجد، سلطان، حتى مارك. إيه الحكاية؟ هو كل اللي عنده النهاردة كارما وأبو مالك وأبو سلطان هيتفرض عليه غرامة فعلا زي ما الناس بتقول؟ هل ده فعلا مشروع قانون زي ما بيتقال على السوشيال ميديا، ولا الحكاية كلها في شنك؟ نسأل الكاتب الصحفي معتز النادي اللي كان كتب عن الموضوع دوت وحكى فيه شوية. أهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه هبه، وتحياتي لحضرتك وللساده المتابعين. ايه الحكاية؟ الموضوع ده حقيقي بجد ولا في ايه؟ هو اولا الموضوع من البدايه يعني يمكن ان يجعلنا ندقق في بعض المصطلحات. الفكره انه يعني حدث تداول كبير لفكره انه في مشروع قانون او في قانون، يعني حسب ما هو كان متداول وما ينشره البعض انه في طب مشروع هنحط قانون او خط تحت مقترح. متداول وينشره البعض، وتفضل كمل. تمام، ما احنا هنحط خط عشان خاطر انه ما حدش يقع في وهنرجع هذه للنقطة دي الاخطاء. تاني بالظبط. تمام، وتبقى مدققه وموثقه وسليمه بشكل ما. الفكره كلها انه البعض بينقل انه هناك مقترح برلماني من احد النواب تقدم به يخص بعض الاسماء اللي سيتم تغليظ عقوبه اطلاق هذه الاسماء عليها او التسمي بها او نشر هذه الاسماء و و و وخلافه، وفقا لما حضرتك عرضتيه في بدايه الحلقه. لكن الفكره بمنتهى البساطه انه يعني اولا اللي بينشر خبر زي ده سواء كان وسيله اعلاميه او شخص عنده حساب على فيسبوك او على تويتر او على انستجرام او ايا كان موقع التواصل الاجتماعي اللي هو بيتعامل معاه، عليه ان هو يفكر قبل ما ينشر هذا الترند. يعني انا كان في بعض الملاحظات شفتها من خلال الترند الخاص بالاسماء الممنوعه. اول حاجه حضرتك انه بعض الحسابات لما تعاملت مع الامر نسبته وكانه الامر جاي من الحكومه، ان الحكومه خلاص هتطبق ان ده قرار قرار حكومي، الحكومه اصدرت قرار انه قرار تداول حكومي مع الموضوع بالطريقه دي. الحسابات. وتداولت القصه بقى وان احنا هندفع فلوس ومش عارف ايه وضرايب وكذا وكفايه وغرامه والكلام ده، مع ان الموضوع لا علاقه له ايه بالحكومه حتى الان. دي اول حاجه. الملاحظه الثانيه انه البعض نقل للاسف يعني حط عنوان مثلا، هو حط قانون وبعدين يروح حاطط عنوان ثاني في نفس مثلا الموضوع يقول مشروع قانون، سواء هو نشره في شكل خبري على موقع الكتروني او في شكل جراف. يعني صعب عليا اللي قاعد يعمل جراف ويحط طفل ويحط عناوين ويحط كذا، صور بقى يعني ومعلومات تعب. ونقط والوان وحاجات من هذا القبيل. وتعب على الرغم ان هو ممكن يتعب بشكل بسيط ويتاكد من الموضوع. طبعا ممكن البعض يقول لك ايه، لا ده انا نسب الموضوع للنائب اللي تقدم بالمقترح او النائب اللي اتكلم عن الموضوع او كذا، فخلاص العهده على زي ما بيقولوا على الناقل والعهده على المائل. على لكن في الراوي. نفس الوقت انا يعني انا في نفس الوقت لما بنقل احاول انقل بشكل دقيق وبشكل سليم. حاليا مثلا معروف انه البرلمان في فتره اجازه، صح ولا لا؟ طبعا، يعني ابسط فبالتالي معلومه ندقق يعني فيها اذا حد بيقول مشروع قانون، طب ما دي دوره اجازه قبل الانعقاد الثالث في اكتوبر. مثلا طيب لنفرض انه ماشي البرلمان في اجازه وفي نائب تقدم بمقترح، هنلاقي حضرتك ان انا يعني عملت سيرش بسيط كده هنلاقي انه النائب تقدم بالمقترح ده في ديسمبر 2021، وبعض المواقع نقلت بالامس عن تصريحات منسوبه للنائب نقلتها بالامس وكانه النائب ايه تقدم به لاول مره امبارح، اللي هو تقدم النائب كذا 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 وقال واضاف واوضح وتبدأ بقى وفي الناس تصريحات يعني خاصه. تقول لنفسها هو في حاجة موجهة مثلا بشكل شخصي ضد كارما، ضد مالك، ضد الأسامي كلها احنا شايفينها دلوقتي في البوست. ايه الحكاية يعني؟ صحيح، ويتفتح الباب انه وكان في نائب قدم كذا، وشوفوا يا جماعه الناس بتعمل ايه واحنا في وضع اقتصادي وفي مش عارف ايه وخلاص خلصنا كل مواضيعنا ونتجه للاسامي وهنسمي مين ومش هنسمي مين والكلام ده. حاجة تانية هنلاقي مثلا في إطار الرصد مثلا في موقع زي صاحبة الشروق مثلا تواصل مع النائب، وبعض المواقع الأخرى أيضا تواصلت مع النائب، فهنلاقي النائب يقول لا أنا ده كان مقترح بقدمه للهيئة العليا في الحزب عندي ولسه بجمع توقعات ولسه كذا ولسه كذا. طبعا
البعض هيفضل ماشي في سكه ان هو لا ده في مشروع قانون وفي كذا وفي كذا، وهو مدقق في القصه اللي هي حصلت طب بالامس. لكن لكن برضو خلينا مثلا عشان يعني ندقق لحد آخر درجة، هو في مطالبة بدوت ولا ما فيش؟ حسب كلام النائب المتداول على مواقع اخباريه بعد ما حصل الجدل والكلام ده، انه في مشروع قانون او مقترح هو بيحاول ان هو يجمع توقيعات، وان هو لسه في اطار الهيئه العليا للحزب اللي هو تابع له، لكن لم يتم تقديمه بشكل ما او رسمي او سليم عبر قنوات مجلس النواب. لان يعني فكره الموضوع كمان من نفتح الآخر كده زي ما أنا وحضرتك مثلا ندردش في حاجة مش ان أكتر هو من مثلا كده، في مفيش صيغة رسمية، مفيش صيغة حكومية، مفيش مشروع مقدم بشكل ورقي أو بشكل يخضع للمناقشة والتصويت، لسه مفيش أي حاجة من هذا القبيل. صحيح، هو مجرد ترند استفاد بيه اللي هو عايز يبقى في وسيله اعلاميه يحقق ترافيك، او مثلا يحط عنوان مثلا يعني بعد المداخله دي ممكن حضرتك تقولي حقيقه اطلاق اسماء معينه وفرض غرامه عليها، فالناس طبعا هتروح تفتح الفيديو بتاع المداخله الخاص بمعتز دلوقتي والاستاذه هبه، فيتاكدوا لا انه ما فيش كذا 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 كذا. طبعا استفاد منه البعض بخير ولايك وكذا، وشوف الناس هتعمل ايه وشوف الاسامي. لكن ده بيخلينا ان احنا نفكر بشكل تاني، انه فعلا لو في مشروع قانون هيبقى فيه كده في المستقبل او كذا، يبقى هو نقفل الباب من بدايته، انه هتيجي تسجل اسم معين لا ما تسجلش الاسم ده، عشان وفقا للقانون اللي هو موجود من سنه 94 في مسميات معينه او في اجراءات معينه وانت بتسمي المولود الجديد. الحاجه الثانيه اللي هو موجود على اي وسيله اعلاميه سواء موقع الكتروني، صحافه، تلفزيون، اذاعه، ايا كان شكل الوسيله، يبقى هو قادر عنده حصافه من كيفية تقديم الأخبار بشكل موثق ودقيق وحقيقي، مش فهمت. بيجري ورا الترند، وحتى لو بيجري ورا الترند بيقدمه بشكل موزون عشان يبقى في فرق ما بينه وبعدين وبين الشخص العادي. مسألة بقى إن إحنا كلنا بنعمل شير للحاجة كده هو من غير أصلا ما ندور فيها أو نبص عليها أو نقراها يعني، أو نكلف خاطرنا حتى بثلاث ثواني بس كده تدوير أو إعمال للعقل، مسألة بقت غاية في الخطورة والحقيقة يعني عاملة لنا مشاكل كتير، لأنه في حاجات كتير قوي بتنتشر على السوشيال ميديا مش بس بتبقى غلط، ده بتبقى غلط وخطيرة، وزي ما أنت بتقول بيتم بروزتها بطريقة معينة أو تناولها في إطار معين، ونيجي نبص في الآخر نلاقي مفيش أي حاجة. بشكرك طبعا شكرا جزيلا للكاتب الصحفي معتز النادي اللي كان مهتم بالموضوع وتابعه على السوشيال ميديا وبدأ يحقق وراه ويطلع ويفند التفاصيل.